نتيجة أكثر من رائعة في ظل الغيابات بالنسبة للأهلي. هنا الكرة بالخطأ من يزيد فريح، محاولة لهدف خامس، والله كده كثير. 5 للأهلي 5 للأسود في دفاع ياتي بالخامس للأهلي، والله كده كثير. الخامس ياتي للأهلي، كرة خاطئة من مزيد فريح، وفيدفا يعاقب بها في الشباك، هدف خامس للأهلي. جاك الخبر، الخامس حضر، وبأقدامي فيدفا يأتي بخامس أهداف الأهلي. ليلة كبيرة للأهلي، ليلة كبيرة يا ريبيروف. خماسية يأتي بها الأهلي في شباك الباطن، وفرحة عارمة.